السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنلعب ذا الدبابة وبنسوي ابجريد لها. اذا يصير ما يصير تسوي ابجريد لان هاي شاريها اصلا. بنرجع للجراج هنا. ايش يقول لك؟ اذا تحط كليك يات انا حاط حق الطاقم الاشياء المهمة، طاقم قبيح. على العموم نشوف ذي الدبابة، مع ان هاي الدبابة شاركت في حاصفة الصحراء. نشوف نقرا التفاصيل عن الدبابة. This American design main battle tank. هاي دبابة امريكية التصميم. Was created as part of a series of modernization. يعني تم انتاجها في اكثر من موديل او شكل. For the M60 bottom protection commented in 1978 and the M60 A3 offered gains to offensive يعني تم تطوير الرؤية الليلية والتصويب. وفي شيء حصري في التسجيل ان الفيكلز هذي في المعارك ويسترن اسيان even through the United States حتى في عام 2005 is still used today with many different operations. في اشياء يمكن ما ترجمتها او ما قريتها عدل، بس abilities يعني abilities بروف تحديث او تطوير التارجتنج اند ثيرمينال سايتس تو ايد هذه كومبات لو فيزيبيليتي. لو فيزيبيليتي تقليل الرؤيه، رؤيه العدو اللي تتبعه. الهيت بوينت هنا شوف 1585. السبيد، وين السبيد؟ ماكسيمم سبيد، ماكسيمم سبيد 48، يعني بطيئة بالنسبة للدبابات الروسية والأمريكية والألمانية. الايمنج الريلود تايم يعني ممتاز. التارجتنج تايم يعني تورت ترافيرس يعني دوران برج نازل، لأنها هي دبابة حديثة. يلا الدرع اكيد من فوق. هني حماية وهني حماية وهني حماية وهني وهني، فشي حلو. يعني M60A3 ICE، شكل ما قلنا في الفيديو اللي قبل ان ذي الشركة عبيطة في التسويق دبابات، يعني ما تسوي دبابات جديدة، يعني تنزل نفس الدبابة في اكثر من اسم. نفس الورد اوف تانك بعد منزلين ISA او اوتو لود. على قنديلك شوي يغيرون الشكل، يسلون الجن، يحطون الماشين جن يشلونه. هاي لا كوبي بيست، بس يغيرون اللون بس، البينتنج على الدبابة. بس هاي اللعبة اسهل من وورد اوف تانك وشوي معقد اكثر من وورد اوف تانك في ال في ذا الشيء. هنا مثلا اذا بضيف شيء هنا غالي واجد. اوكي، ولك ما تقدر تسوي شيء وايل يور كويري في الانتظار.
الناس مشغولة تجمع هدايم. أنا متأكد أن ذي الدبابة شاركت في عصبة الصحراء، وذي الدبابة لما الحين الجيش السعودي يستخدمها، الجيش المصري يستخدمها، مع أنها قديمة الحين خلاص outdated. الفيو حق القناة ندفع رشاش، شكل ما تشوفون صورة الدب ومفاتح حلجي كذي. يلا اللعيبة قاموا ينزلون واجد، وتجيك مع دبابات ثانية بعدين بنلعب ضد الدبابة عشان ما تروح علينا. نفس الدبابة في مثلها عندي، يعني هذا الدبابة نحط مثلا يعني بس يغيرون الشكل، حتى اسف ما يغيرون الشكل بس الاسم. نيرفر بوينت ستاندر باتل تعبان والله، بس هاي اخر ريفيو بيكون اليوم. لعبت انا قبل فوق ساعتين لعبت وورد اوف تانك، ما لعب واجد انا، بس العب بلاد بورن الحين بس صعب بعد ما اقدر استدعي، ما ادري ليش. اللي عنده خلفية عن بلاد بورن شلون استدعي يقول استدعيت انا اكثر من مرة قبل، بس الحين ما ادري ليش ساعدت ناس بس مو انا اللي خسرت، هم اللي خسروا في مع انه مش في البوس خسر في البداية شكله غير السرعة ممتازة بس لما identify target hostile tank تدمرت. Identify target. Hostile tank. Nailed the penetrator. Turn back. Shit, you'll take down. We're cooking. Put it out.
عندك الاوتو فاير ليش ما صار؟ اكثر من دبابة بدي انا اكره هالشي. قلبي انبيته صهاريج. يلا مع السلامة.